مهندس هاب معانا على التليفون، كنا لسه هنقول ان هو هيطير لايطاليا غدا. مهندس هاب، مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. طب الحمد لله يا رب. لسه كنا هنقول خبر ان حضرتك مسافر بكره باذن الله ايطاليا عشان تشوف كل الترتيبات الخاصه بلقاء منتخب مصر مع كولومبيا، ولا هيكون في ايطاليا باذن الله؟ هيكون في ميلانو ان شاء الله، في برجمو ان شاء الله. المباراه تكون يوم 1/6، والمنتخب هيكون مسافر ان شاء الله من الكويت يوم 26/5 ان شاء الله. هو المفروض سفريه الكويت او معسكر الكويت المنتخب هيسافر امتى باذن الله؟ ان شاء الله 23 مايو في الاغلب. 23 مايو المباراه يوم 25، السفر لميلانو يوم 26، البقاء في ميلانو لمده 10 ايام لغايه يوم 5 يونيو. سفر لبراسلز، هكون في المباراه يوم 6/6 ان شاء الله في براسلز بلجيكا، بلجيكا الناشونال ستاديوم، وان شاء الله العوده يوم 7/6 ان شاء الله. بالنسبه بقى للقوام المنتخب في الفتره دي، احنا عارفين ان المفروض في 14/5 هيتم ارسال القائمه المبدئيه اللي هي ال 35 لاعب. بعد كده المعسكر بتاع الكويت هيبقى اللعيبه المحليين بس، بعد كده اللعيبه المحترفين في الدوريات الاوروبيه هينضموا امتى بالنسبه للقاء كولومبيا وبالنسبه لبلجيكا؟ انا ما اعرفش ابراهيم مين جاب حته اللعيبه المحليين دي. انا ما اعرفش، ده منتخب مصر بيحضر لكاس العالم لثلاث مباريات، الكويت كولومبيا بلجيكا، دول ثلاث مباريات من ضمن الاستعدادات على منتخب كاس العالم. فما اعرفش مين اللي حط المحليين في جمله مفيده. لا، المنتخب مسافر القوام بتاعه ان شاء الله بالكامل، هو كام لاعب ده لسه مستر كوبر ما تحددش، لكن منتظر خلال الايام اللي جايه مستر كوبر يحدد بالظبط كام لاعب هيسافر مع معسكر الاعداد اللي يشمل ثلاث مباريات دول. تمام. مين هيلعب في المباراه بقى بناء على برنامج مستر كوبر؟ اللعيبه المحترفين في الخارج يكونوا مخلصين مثلا دوريات بيريحهم، دي كلها ترجع بقى الامور فنيه، رؤيه فنيه. لكن معنى كلام حضرتك ان سواء لقاء الكويت او لقاء كولومبيا او بلجيكا، المعسكر ده بالكامل كل اللاعبين متاحين، لكن مستر كوبر ممكن في اللقاء الاول يبعد بعض اللعيبه عشان يديهم فتره راحه. بالظبط. تمام. لكن القوام كله مسافر ان شاء الله للثلاث مباريات. المفروض 14 مايو باشمهندس ده القايمه المبدئيه اللي هي 35، مظبوط كده؟ 14 مايو 35 لاعب، 4 يونيو 23 لاعب، ولازم يكونوا ال 23 من ال 35. تمام. ومن حقك تغير لاعب او اثنين على حسب ظروف الاصابه بتقرير. تمام. لغايه يوم 14/6 اللي هو قبل كاس العالم بيوم واحد ب 24 ساعه. قبل مباراتك ب 24 ساعه. تمام. قبل مباراتك ب 24 ساعه. تقدر تغير حد من ال 23، بس بتبقى بامور طبيه فقط يعني. دواعي الاصابه فقط لا غير. بس. تمام. بالنسبة بقى لل 23، لو حضرتك قلت ان اكدت على معلومة ان ال 23 لازم يكونوا من ال 35. تمام. مظبوط كده، ولينا حق ان احنا نغير لاعب او اثنين قبل 24 ساعة وفقا للتقارير الطبية اللي بتثبت ان اللاعب ده مصاب. مظبوط كده؟ تمام. تمام. بالنسبة للقايمة بتاعت معسكر الكويت هيتم اعلانها امتى بإذن الله؟ يعني في الأغلب يعني على يوم نقول مثلا 12/13 مايو إن شاء الله. 12 او 13 مايو. وحضرتك باذن الله مسافر بكره ايطاليا، هتسافر ايطاليا تشوف الترتيبات الخاصه بلقاء كولومبيا وترجع تاني، ولا هتستكمل رحلتك بقى لبلجيكا عشان تكمل كمان كل الترتيبات؟ بلجيكا خلاص. لا بلجيكا خلاص، احنا زرنا بلجيكا من 10 ايام واتفقنا على كل الامور الخاصه بالاقامه، بالمباراه، بترتيبات المباراه، وخلاص. يمكن ده يمكن يكون في برضه زياره بس يمكن لمكان اقامتنا في روسيا في جروزني ان شاء الله، يمكن اروح بس يوم احط الخطوط العريضه النهائيه خلاص. يعني انت بس بتحاول تظبط الامور عشان وصول المنتخب ان شاء الله والبعثه الرسميه ان شاء الله يوم 10 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. محتاجين يوم او اثنين بس طبقا لتعليمات الفيفا، بس نخلص كل امورنا تبقى الامور خلصانه كلها يعني ان شاء الله.
وصول محمد صلاح باذن الله رب يعني او الحمد لله وصوله للمباراه النهائيه ده ممكن يشكل اي فارق في الاستعانه بمحمد صلاح او لا، ولا ده لسه ما تمش الاعلان عنه ولو صح عنه من مستر هكتور كوبر؟ لا محمد صلاح خلاص، محمد صلاح بوصول المباراه النهائيه مش متواجد معنا. لا انا بتكلم في اللقاء اللي بعد كده، لقاء كولومبيا. لا هيكون معانا ان شاء الله، هيكون موجود اكيد طبعًا. مش هيبقى، لان في كلام كتير اتقال اليومين اللي فاتوا ان هو ممكن يبقى راحه من لقاء كولومبيا عشان ياخد راحه سلبيه وبعد كده يرجع تاني في لقاء بلجيكا. لا اصل لو اخد راحه سلبيه 10 ايام مباراه بلجيكا يومين، يعني هيقعد من يوم 26 مايو لغايه يوم 6/6 راحه سلبيه. ما انا بقول لحاجه، انا بتاكد من حضرتك عشان الكلام زي ما حضرتك عارف كتير على السوشيال ميديا، فبناكد مع حضرتك الكلام الرسمي يعني. لا لا الكلام الصح منضم معانا ان شاء الله على طول بعد مباراته ان شاء الله بتاعت الشامبيونز ليج، ويكون معانا ان شاء الله في المعسكر بتاع ميلانو ان شاء الله. في اي حد من الجهاز الفني مسافر كييف عشان يكون مع محمد صلاح من ارض الملعب؟ يا مصر كلها. مصر كلها نفسها تكون هناك. ان شاء الله ربنا يوفقه، وان شاء الله تكون مباراه كويسه ان شاء الله، ان شاء الله تكون مباراه كويسه ان شاء الله يا رب، وربنا يوفقه ويكرمه. اخيرا باشمهندس ايهاب، جلسه حضرتك مع مستر هكتور كوبر بخصوص تجديد عقده مع منتخب مصر ومع الاتحاد، ايه ابرز ما جاء فيها يعني؟ هي بس من الطرفين يعني، بالنسبه لاتحاد الكوره بالنسبه لمستر هكتور كوبر، الطرفين ابدوا استعداد ان هم من حيث المبدا الموافقه على التجديد ده من قبل اتحاد الكوره، و وبرضه من مستر كوبر برضه كان مش ممانع خالص. في بعض الامور هو لسه بيفكر فيها، اتحاد الكوره برضه من حقه بيفكر فيها، لكن صحيح مفيش تفاصيل اكتر من كده في الوقت الحالي. لكن يعني ان شاء الله يكون في تجديد ان شاء الله مستر كوبر. هيتم الاعلان عن التفاصيل المفاوضات دي او ما انتهت اليه قبل السفر لروسيا ولا بعد؟ صدقني يا ابراهيم صدقني ما اعرفش لسه، يعني لسه الامور مش واضحه، لكن يمكن تبان خلال الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باشمهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب الوطني، تسافر وترجع بالف سلامه ان شاء الله، وكل التوفيق لمنتخبنا وبعثه منتخبنا في لقاءاته القادمه باذن الله. كل الشكر لحضرتك.